السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعي قنوات بي ان سبورتس اينما كنتم مرحبا بكم هنا في قمة المواجهة أو قمة مواجهة القمة على مستوى كرة القدم الإنجليزية، والتي يبحث من خلالها ليفربول في مواصلة انتصارات الماضية والوصول إلى الابتعاد بأكبر قدر ممكن على مستوى الفارق النقطي ما بينه وما بين صاحب المركز الثاني ليفربول، الذي يستضيف ويست بروم هنا في إطار مباريات الجولة رقم 15 في كرة القدم الإنجليزية على أرضية ميدانه ما بين جماهيره الموجودة في مدرجات ملعب أنفيلد. بكل تأكيد يتمنى أن يستغل التعثر الذي جمع ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد في بداية مباريات هذه الجولة ليلة البارحة، ويتمنى أيضا بأن تخدم النتيجة التي تلعب في نفس توقيت هذا اللقاء في مواجهة تجمع ما بين فريق توتنهام وفريق وولفرهامبتون. ليفربول تقريبا بالكرة الماضية إلى هندرسون، عرضية داخل منطقة الجزاء ومن خلال أحداث هذا اللقاء كرة تصل إلى روبرتو فيرمينو أمامية ملعوبة، كرة بمحاولة ملعوبة داخلية منطقة الجزاء وبيدت في التوقيت المناسب. سام ألردايس اليوم يبحث عن ماذا، كرة بمحاولة مرت من أمام محمد صلاح تحولت في الجانب المقابل، لا زالت في أرضية الملعب. أرنولد يصل في التوقيت المناسب، يصل في التوقيت المناسب، لا زالت مستمره الراسيه تاتي، يبدو بان هنالك لمس لفابينيو اماميه ملعوبه بشكل مثالي جدا، لكن طالت على روك. ثاني اضعف خط هجوم بعشرة اهداف بعد صاحب المركز الاخير نادي شيفيلد اللي مسجل ثمانيه، وايضا بيرلي عنده ثمانيه اهداف. محاوله ملعوبه راسيه وابعاد في التوقيت المناسب، عادت بعد مرتاحا في مرمى الا اذا وكيف للراحة أن تأتي وأنت تقف أمام مثلث مرعب بقيادة صلاح ماني وفيرمينو. هذه المرة السنغالي يظهر في توقيت السابعة الأولى، كرة بمحاولة من فورلاند في الجهات اليمنى، عرضية داخل منطقة في أنفيلد الـ14 كلها الكبيرة الذي اعتدنا عليه. كرة بمحاولة الآن وصلت إلى اللاعب اللي وساديو ماني وبعدت من أمام السنغالي إلى خارج أرضية غير الاتجاه اللاعب في الجهات اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة. الكرة الماضية مرت من أمام ساديو ماني، مرت من أمام ساديو ماني، ضغط أرنولد، تسديدة تأتي من أرنولد اصطدمت، لا زالت مستمرة قائمة تأتي أنفيلد. يعني آخر تعثر بالنسبة لليفربول على أرضية ملعبه كان في الموسم الماضي بالتعادل أمام بيرلي 1-1، بعدها 9 انتصارات متكرة. يبحث عن عرضية، يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا أيضا، لكن الكرة الماضية من أمام ساديو ماني تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. هذه الكرة العرضية للتغطية الدفاعية، لا يبحثون عن هدف، لا يرى أيضا صعبة بالنسبة لفريق توتنهام وبالنسبة لمدربه. حاول عن طريق محمد صلاح إلى البرازيلي من جديد، تسديدة من فيرمينو لكن إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لكن يبدو بأنها اصطدمت. أمامية محاولة عند فيرمينو أو هذا جونز يسقط في أرضية الملعب، كورتيس جونز يسقط، مين اللي راح يلعبها؟ أرنولد يسدد أرنولد لكن مرت بجوار القائم إلى خارج أرضية من آخر. كرة تصل إلى هندرسون، أمامية إلى ساديو ماني الكرة بعد ذلك لا زالت مستمرة، وتسديدة تأتي عن طريق اللاعب سويرس هو من سدد، لكن بعد ذلك القلعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت، وصلت إلى محمد صلاح وتسديدة تأتي من صلاح لكن علت العارضة إلى خارج، سيكون راضيا تماما. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الجهات اليمنى، هندرسون إلى كرة بمحاولة رأسية الآن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصل راح تروح بعيد سرعان ما تعود، وصلت عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع إلى خارج، يلعب إلى روبرتسون عرضية داخل منطقة الجزاء من الدخول إلى منطقة الجزاء، عرضية من مانيه داخل المنطقة لكن مرة لقاء الفريقين. كرة بمحاولة الآن، محاولة تأتي عرضية، لا 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 لا, لا. عدد كبير جدا ممكن أن ينتهي الشوط بقرابة 500 تمريرة
للاعبين ليفربول. مات فيليبس، ديان غانا، وفي المقدمة جرانتي لفريق ليفربول عن طريق اللاعب. كرة بمحاولة تأتي الآن مرة أخرى، لكن أيضا هندرسون مع بداية الشوط الثاني يسدد. ساديو ماني من الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة ملعوبة على مشارف في منطقة الجزاء، خطيرة الكرة وتسديدة تأتي، لكن في أحضان أليسون محاولة كانت عن ضد ويست بروم لم يحقق الانتصار بالرغم من أنه سجل. الآن يبحث عن أن يسجل ويؤكد انتصاره، لكن الكرة الأولى لمصلحة ويست بروم، عرضية داخل منطقة الجزاء، أليسون محمد صلاح أمامية ملعوبة الآن من أجل الوصول إلى ساديو على مستوى منافسات بطولة الدوري. كرة محاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة الآن بوجود التسلل، قرار يأتي بوجود التسلل، تأتي داخل منطقة الجزاء، محاولة مستمرة، ماتب رأسية بعد ذلك سهلة عند البرازيلي أليسون، وصلت سهلة عند حارس المرمى. نهائي 2007 حقق بطولات كبيرة خلال السنوات والسنوات الماضية بالرغم من غيابه عن بطولة الدوري. اصطدمت، عادت، عرضية صلاح، رأسية من محمد إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد ذلك تصل إلى ركلة تامي روبرتسون، عرضية في منطقة الجزاء، إبعاد في التوغل، الدخول إلى داخل منطقة الجزاء على عرضية، الإبعاد في التوقيت المناسب إلى خارج أرضية ملعب، تدخل يأتي من جونز، يبحث عن من يجد روبرتسون، عرضية تأتي كانت حاضرة و كما جرت العادة دائما. دي روبنسون عرضية على مشارف في منطقة الجزاء وتسديدة تأتي، لكن كرة ديان غانا إلى خارج أرضية ملعب. لعب في ويست بروم الموسم الماضي في الشامبيونشيب، كرة عرضية داخل منطقة بيريرا، كرة بمحاولة الآن عرضية، لكن أيضا كرة بمحاولة مرتدة، التعديل يأتي، لكن أليسون أليسون يتصدى في اللقطة الماضية، مرتدة سريعة لمصلحة ويست بروم، تدق بمحاولة الآن إلى ألكسندر أرنولد، عرضية بشكل مثال بالقدم اليمنى، أرنولد يبحث عن من، يلعب كرة داخل منطقة طارت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، طارت الكرة منذ فترة طويلة وسجل. كرة بمحاولة الآن رأسية تأتي وإلى داخل المرمى، ويست بروم يسجل وعن طريق بأن ويست بروم قد يخطف نتيجة المباراة.